موسى هيدان يقدر يلعب العرضية، لعب العرضية، هدف سيد حمدي والهدف الثالث، سيد حمدي والهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة 32. سيد حمدي، ادي الكرات اللي بقول عليها محتاجها النادي الاهلي يلعبها على طول، وسيد حمدي الهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة 32. موسى هيدان وهو بيجري عمل العرضية حلوة، ادي العرضية وادي على طول سيد حمدي المتابعة. دي اللعبات اللي بنقول عليها من الصبح، النادي الاهلي ما بيلعبش بسرعة من الجناب، هي مصدر الخطورة. اكيد الاستوديو التحليلي استاد الكوره مع الكابتن مدحت شلبي، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق عفر، كابتن مجدي عبد الغني، ايضا استوديو النيل الرياضي مع كابتن طارق السعد.